الملتقى حمام الزاجل هاي هنا الملتقى للطيور الزاجل للجناين من كافة العراق، من الأكراد والعرب والتركمان، من السنة والشيعة واليزيد والصبا، يعني ماكو فرق بيناتنا من هاي الشغلات. فالكل يجيب الطيور لهنا الملتقى. الملتقى بكركوك بمنطقة سقزدي الشوان، زين متكون هنا الجناين العراق كافة والدول المجاورة، يعني الإيران والكويت والسعودية، يعني دزون خبر بأنه يدزون الطيور لهنا، ويصير سباقات بها من 100 كيلو إلى 700 كيلو، جوائز بها ثمينة يصير. والهواية الحمام الزاجل يعني هاي قديمة، من قديم الزمان يعني موجودة. أول ما الناس اللي استخدمها القائد البطل صلاح الدين الأيوبي هو ضد الصليبيين، يعني استعمل الحمام الزاجل للرسائل من دزوها ودوها ولا. فهو هاي هواية حلوة يعني يجمع الأخوان والأصدقاء من كل الطوائف والنوعيات والقوميات، العربي الكردي التركماني الشيعي السني اليزيدي، ماكو فرق بيناتنا هنا، كلنا إخوان وكلنا شعب واحد وكلنا أصدقاء. ملتقى نادي الحمام الزاجل بكركوك يعني يعتبر نقطة مشتركة، انفتح في محافظة كركوك منطقة ساقزلي بإدارة الأخ كاكسيروان. ما كان اكو بكركوك، نعم كان اكو بالبصرة الأخ عماد عصام المياحي، بس هنا بكركوك هسه عندنا الأخ كاكسيروان فتح نقطة مشتركة زينة، يعني هذا لجميع المشتركين الكردي والتركماني والعربي، ماكو فرق، الكل يشتركون بهذا النادي. تعد من الخطوات الأولى يعني في الناحية الشمالية من العراق، ونحن نتمنى أن تتكرر هذه في مناطقنا السليمانية وأربيل وباقي المناطق الشمالية من شمالنا الحبيب. ونتمنى من الأخ العزيز وزير الرياضة والشباب أن يقوم بدعم هذه الهواية، وهذه الهواية المظلومة يعني لهواة حمام الزاجل، وفي ذلك يعني كانت هذه الهواية تعد بالعراق من الهوايات التي تدخل ضمن برنامج الحكومة، وهي داخلة بالأصل ضمن الأولمبيات. ملتقى لحمام الزاجل نقطة مشتركة هنا لحمام لهواة حمام الزاجل، احنا من بكركوك منطقة السقزلي، فاحنا اجينا من أربيل ندعم هاي النقطة، نجيب طيور يعني كل الجنة، لأن هاي هواية الملوك، الزاجل طبعا هواية الملوك يسموها بالخارج، بلجيكا وبالخارج كلها تصير سباقات وفيها نقاط مشتركة هواية، بس هنا ما عندنا، عندنا نقطة مشتركة باب الخصيب بالبصرة، ونقطة مشتركة هنا نقطة الشمال كاكسيروان فتحها، وإن شاء الله لازم ندعم هاي النقطة، ونريد احنا دعم من وزير الشباب الرياضة والشباب، دعم لهذه الهواية هواية الملوك يسموها، لأن بالخارج كلها يدعمون هاي النوادي ويدعمون الهواية هاي، لأن الهواية هاي كلش عريقة. وطبعا بوقتها بزمن يعني بوقت صلاح الدين الأيوبي كان اكو هاي السباق، كان يسوون سباقات الزاجل ويستعملوها بالحروب.